ندير المحل هنا من بين هاد الناس هادو اللي بقاو دابا في هاد المحلات اللي بقاو هنا شي 10 محلات اللي ما وصلتهمش اللي ما تحرقوش. والمسؤوليه كاين دابا الزبل يعني فوق واحد 4 سنين ولا 5 سنين كاين هذيك الزباله تما تيمشيو عندهم هادو ديال الرايس وهادو اللي في الجمعيه كيقول لهم حيدوا لنا الزبل ما كيحيدوش كيجيو كيحيدوا فيه بعد شي حاجه كيشرجوها وكيبقى الزبل تما. والعافيه دابا راه شدت في ديك الزباله اللي كاين هنا هي فاش شدت فاش بدا الحريق من تما بدا الحريق وشد في المحلات وتقريبا راه السوق كامل تحرق. راه بقاو دابا غير شي 10 محلات لحد الان راه باقي مازال ما وصلت حتى شي نتيجه ما عتقوش كلشي باقي دابا شي 10 محلات دابا العافيه راه باقي خدامه البانبيه راه كاين شي حاجه قليله اللي كيطفوا ايوا هادشي الناس دابا راه ضاعوا الناس بزاف دابا محل كاينه تقريبا غتكون تحرقت شي 120 محل من وكاينه محلات اخرين عاوتاني غتكون شي 60 محل اخر حتى هما غادي يكونوا تحرقوا وبينهم بين مالي البال حدا مالي البال كاين واحد الصفطاو ديال المحل ديال مالي البال كاين لا فيراي القديم. المهم هي راه واصله دابا العافيه يعني ما كاينش كيفاش تشوف كلشي تما راه دابا الصباح غادي يبان داكشي ومالين الدجاج كاينين المالين الدجاج عندهم دجاج وعندهم سلعه عندهم مالين البنوات وكلشي راه تحرق داكشي وداكشي الناس ضاعوا الناس بزاف هنا نطلبوا الله عز وجل يفرج شي حاجه ونطلبوا رساله للمسؤولين خصهم يشوفوا شي حل لهاد الناس يكون شي تعويض قال لهم هما راه حنا دافعين لهم الاوراق وعندنا قرارات ديالنا وداكشي ودفعنا لهم بان غادي باش تكون شي استفاده ولحد الان باقي ما كاين والو ما كاين حتى شي حاجه مازال كنطلبوا حنا من يشوف الا كاين شي حل يديروا مع الناس شي حل وانا راه من هاد الناس انا راه عندي المحل هنا حنا راه قدام حنا راه كنا في هاد الصف هذا اجي تشوف كاع فين كنا حنا كاع بغيتي تشوف كاع المحلات فين كنا حنا كنا في هاد الصف هذا ديال الشارع من الشانطي هنا وحولونا دابا هنا دابا تقريبا تحولنا عاوتاني واحد 12 عام هنا 14 عام المره الثالثه كتشعل دابا العافيه المره الثالثه دابا حنا كنا في هاد البلاصه وتحولنا دابا تحولنا هنا ها هي دابا البلاصه فين كنا حنا راه بناو فيها تبنات دابا هذيك البلاصه راه تبناو فيها هذوك المشاريع دابا وحنا راه تحولنا دابا بقينا هنا راه السوق هذا راه هذه الثالثة في المرة الثالثة في المرة في الحريق ماشي النوبة الأولى النوبة الأولى من اللي هي الثانية هنا الثالثة هي كتشوف فيها راه الناس ضعفاء كلهم مشاو اللي عنده في راس ماله ديك جوج الملايين مورا بقى فقير الحال ما عنده 4 دريال كاين اللي كارينا كاري الدار كاريها المدة ديالو وراه تنمشيو مشينا عند رئيس مزيج البلد النوبة الأولى والثانية وكنمشيو وتيزيد ما كنعرفو منين خرج وقت ما مشينا ديما عمو جاوبنا ودافعين الاوراق النوب الاولى والثانيه راه مازال ما كاين والو واللي عطى الله تعالى هو هذا. شنو المشكل اللي كان هنا في هذا السوق؟ واش ما كانش ما كان المشكل ما عندنا حتى المشكل اللي عندنا حنا تحوال ثاني يعني وباع تما شي حاجه راه باع تينا قاولنا بالمحلات ديالنا السيد العام راه مقاولنا بالمحلات داك الشيء ديالنا مقاولنا ودفعنا الاوراق ديالنا راه حاطينهم وان هذا الحريق ما عرفناه منين جا النوب الاولى والثانيه والثالثه تنتحمل المسؤوليه المجلس البلدي حيت علاش على حساب ديك الزباله اللي لهي عينا ما نقول لهم ودي شوفوا كديروا ليها ما بغاوش يسمعوا لينا دابا راه ضاعت لينا الفلوس ديالنا هنايا ضاعت لينا الفلوس ديالنا بزاف. شحال المحل اللي تفرق هنا دابا؟ تقريبا كاين هنا عندنا في الجمعيه اللي تنريسوها كاينه 123 محل اللي كاينه وهذه ديال سليمان والاخرين راه علم الله شحال حتى هما راه الله يخلف ما ضاع حيت مشاو كلشي بقاو هنايا ما عرفتش شي 10 المحلات اللي بقاو منهم انايا انا ضاع ليا شي حاجه الله يخلف وصل.